جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: نقلت إلى عمل في مدينة أخرى غير التي يسكنها والدي، فهل هذا يعتبر عقوقا مع أنه بالإمكان العمل بقربهما؟ إذا أمكنك أنك تعمل بقربهما فإنك تنتقل، تطلب النقل، تعمل بقربهما، تكون عندهما، صاحبهما. إذا كنت ما تستطيع فأنت معذور، لكن تزورهم بين الحين والآخر وتكلمهم بالتلفون وتواصلهم. نعم.